السلام عليكم طلبة الصف السادس الإعدادي، نكمل موضوعنا اللي هو الأيض الخلوي، وإحنا أخذنا بمحاضرة السابقة قدرنا نتعرف على الأيض، تعريف الأيض الخلوي، أيضا قدرنا نعرف عمليات الأيض الخلوي اللي تصير، وقلنا بالوزاري هواي يتطرقون لهذا الموضوع إنه يجيبون التعريف أو يجيبون فراغ الأيض الخلوي يتضمن عمليتين اللي هن الهدم والبناء. ايضا تعرفنا على اول عمليه من عمليات الايض الخلوي اللي هو الهدم، هدم جزيئه الكليكوز او اكسدتها خلينا نقول عليها، هذا سحوله راح يتم بعمليتين، العمليه الاولى اللي هو التحلل السكري اللي هي سلسله من التفاعلات تصير على جزيئه سكر العنب، سكر الكليكوز اللي هي ماده التنفس الرئيسيه، وهذا راح يصير يتحول سكر الكليكوز الى جزيئتين من الحامض البيروفي، يعني من سي 6 راح يصير الى 3، من سي يعني 6 ذرات كربون الى 3 ذرات كربون في الحامض البيروفي. هاي العمليه راح تتم داخل السيتوبلازم، ويصير بها عمليات فسفره للتنشيط، وايضا راح يصير بها راح تتم داخل السيتوبلازم لوجود الانزيمات هناك، وراح يصير بها مقدار طاقه بشكل عام 4 جزيئات من الاي تي بي، لكن 2 يلحن بعمليات الفسفره اللي تصير، فيكون ربح الطاقة النهائي هو 2 اي تي بي. وقلنا بالوزاري هذا المخطط هواي يجي، واذا تلاحظون هنا هاي ذرات الكربون شقد بالكليكوز وشقد صارت بالحامض البيروفي، هاي انتبهوا لها الشغلة. ايضا ما هي نواتج التحلل السكري، تعرفنا عليها، ما هو التركيب الكيميائي الحامض البيروفي، قلت لكم هذا يجي مكرر هواية. تعرفنا على مجموعة من الاسئلة، ما هي ما هو التنفس الهوائي، شنو عملياته، اين يحدث الانواع اللي هو التخمر الكحولي والتخمر اللبني، هذا كله تعرفنا عليه مع مجموعة اسئلة وزارية تم شرحها ومقارنة بين التخمر الكحولي واللبني. زين، اليوم راح ناخذ التنفس اللاهوائي اللي هو ايضا احنا ضمن عملية الهدم لسه، اللي هي احد عمليات الايض اللي يصير داخل الخلية. في التنفس الهوائي يتم فقط في الميتوكوندريا، وشرطه في عند وجود الاكسجين، يعني الحامض البيروفي اذا تتذكرون قلنا مصير الحامض البيروفي راح يعتمد على شنو؟ راح يعتمد على وجود او عدم وجود الاكسجين. اذا ما موجود اكسجين راح يصير عندي تنفس لا هوائي اللي هو تخمر كحولي او تخمر لبني. زين، في حال وجود الاكسجين ايش راح يصير؟ من الاكسجين متواجد راح يكون الحامض البيروفي الناتج من عمليه التحلل السكري، اذا موجود اكسجين الميتوكوندريا راح يتحول الى مركب اسمه ستايل كو اي اللي هو يعتبر مفتاح دوره كريبس، وهذه انتبهوا عليها هاي الكلمه، ويدخل سلسله من التفاعلات مؤدي الى تحرير طاقه كامل الطاقه الموجوده اللي بالغه 12 جزيئه من الاي تي بي في كل دوره، 12 جزيئه من الاي تي بي في كل دوره، ويكون الناتج النهائي من عملية التنفس الهوائي هو ماء وثاني أكسيد الكربون وطاقة عالية مقدارها 38 اي تي بي. زين، التنفس الهوائي إذا أريد أعرفه هو سلسلة من التفاعلات تحدث على الحامض البيروفي الناتج من التحلل السكري بشرط وجود الأكسجين والمكان في الميتوكوندريا، بينما قبل شوية قلنا التنفس اللاهوائي في السيتوبلازم وبغياب الأكسجين راح يتحول هذا الحامض البيروفي إلى ستايل كو أي، هذا المركب يدخل إلى دورة كريبس، ويعتبر هذا مفتاح دورة كريبس في سلسلة من التفاعلات مؤدية إلى تحرير كامل الطاقة لمقدارها 38 أي تي بي. ستايل كو أي أو مفتاح دورة كريبس، سنة من السنوات يمكن 2008 أو 2009 يعني على المنهج القديم قايل عرف دورة كريبس، دورة كريبس عرف مفتاح دورة كريبس عرف لي، فإذا إذا عرفته أقول له هو مركب ستايل كو أي اللي ينتج من تحول الحامض البيروفي الناتج، يعني الحامض البيروفي ينتج من التحلل السكري بوجود الأكسجين طبعا، ويدخل ستايل كو أي بسلسلة من التفاعلات مؤدي إلى تحرير كامل الطاقة، هذا من هو ستايل كو أي، أو أبدل مفتاح دورة كريبس يعني أغير بس بالأماكن. هاي الدورة، هذه بالإنجليزي اسمها سايكل كريبس، هي الأس هنا هو كريب مو كريبس، بس الأس هاي مال الأس اللي يصير أس التملك يعني، فهنا بالترجمة يسموها كريبس، بس هي بالحقيقة دورة كريبس كريب.
هسه هنا نجي للدوره. الدوره هاي مخطط مثل ما قلت لكم، التحلل السكري ممكن انه يجيني يعني وضح بمخطط التحلل السكري، ممكن انه يجي بمخطط ايضا وضح دوره كريبس، واكو سؤال بصيغه ثانيه يجي هسه راح افهمكم عليه. الحامض البيروبي اللي ناتج من التحلل السكري راح يعاني من عملية أكسدة. يعني شنو أكسدة؟ يعني راح يصير انتزاع CO2 بدون ما باوع. بما أنه صار انتزاع CO2 إذا هاي تحولت إلى شنو؟ 2، يعني لأن أنا وخرت وحدة فصارت 2. كل عملية انتزاع للCO2 راح يرافقها شنو؟ تحرر هيدروجين وطاقة، تحرر هيدروجين وطاقة. اذا لان اني هذا المركب كسرته حولته من 2 إلى 3، فاكيد راح اوخر ويا راح تتحرر لي ويا طاقة. زين هذا احفظهم، ذني 3 تنسوية CO2 راح يرافقها 2 من ال H و 3 ATP. تحول من الحامض البيروبي الى ستايل كوي شرط في الميتوكوندريا وعند وجود الاكسجين. هذا الستايل كوي راح يدخل بسلسلة من التفاعلات بالميتوكوندريا وبوجود الأكسجين يصيحوا لها دورة كريبس. بيصيحوا لها دورة لأن تبتدي بحامض، حامض الأكزولو خليك هذا وتروح بدورة وتنتهي به، يعني يكون هذا بداية وهو النهاية. هذا راح يتحول بسلسلة من التفاعلات إلى حامض الليمون الستريك اللي هو 6 ذرات كربون، وبعدين تصير عملية أكسدة عليه. وشوفوا هذا الثلاثي اللي لازم يطلع سوية باعوا هنا، هذا الثلاثي لازم يطلع سوية، فيصير عندي CO2 2 من ال H 3 من ال ATP. زين هذا الثلاثي اللي صار تحول من 6 إلى 5 اللي هو حامض ألفا كيتو كيلو تاريك هذا المركب. زين هسا حامض الأكزولو خليك تحول بسلسلة من التفاعلات إلى حامض الليمون الستريك اللي هو سداسي ذرات الكربون، بعد عملية أكسدة وتم انتزاع هالقد من عدة تحول إلى حامض ألفا كيتو تاريك اللي هو 5 ذرات كربون. هنا أيضا هم راح يصير عندي انتزاع، هم سلسلة من التفاعلات كلش طويلة ومعقدة راح يصير بيها أكسدة، وهذا المرافق الدائمي للأكسدة بس هنا وحدة ATP، بعدين 8 ATP، بعدين 4 ذرات أو جزيئتين من الهيدروجين. وذني مو عشوائيا كل وحدة سلسلة من التفاعلات يا الله تم استخراج هذا، فانتبهوا لهاي الفقرة. زين هذا يتم في الميتوكوندريا. ممكن يجيني سؤال، شنو هو السؤال؟ ممكن يجيب لي، خليه أعطيكم إياه نصا. بظروف هوائية وضح بمخطط ما يحصل للحامض البيروبي داخل الميتوكوندريا في ظروف هوائية. هسه ركزوا وياي، شي يصير الحامض البيروبي داخل الميتوكوندريا في ظروف هوائية بمخطط اشرح لهذا. انه اول شي يصير به انتزاع، يعني اكسد انتزاع جزيئة CO2 ويرافقها هذا الثلاثي، راح يتحول من حامض بيروبي الى ستايل كو اي. هذا راح يدخل المم بسلسلة من التفاعلات على شكل دورة، يبديها بحامض الاكزولو خليك، حامض الليمون، حامض الفا كيلو تاريك، ويرجع بنفس المركب. وهذني تنتبهون على ايش قد انتاج طاقة بها. هنا 3 ATP، هنا وحدة صار عندي 4 ATP زائد 8 12 ATP للدورة الوحدة. انا عندي دورتين، لان انا عندي جزيئتين من الحامض البيروبي، انا عندي 6 ذرات هاي كربون في جزيئة الكليكوز، من اشطرها راح يصير عندي 2 من الحامض البيروبي، فكل وحدة تدخل دورة، فالنتيجة عندي 24 من الاي تي بي، لان عندي دورتين من دورات الكريبس مو دورة وحدة، او الهن اسم ثاني طبعا يسوحوا لها دورة الستريك او دورة الليمون على هذا الاسم، هذا الحامض اللي يجي، بس احنا المشهور عندنا بالسادس دورة كريبس. الدورة الواحدة مقدار الطاقة اللي تنتج من عندها هي 12 ATP. اذا دورتين انا لجزيئة كليكوز الوحدة على مود احطمها للدورة الواحدة 12، اذا الطبيعي يكون عندي دورتين في 24. هسه اريد تنتبهوا لي على مقدار الطاقة الناتجة من عملية التنفس الهوائي بشكل تام. أنا راح يكون عندي 2 ATP ربح الطاقة من التحلل السكري، بعد عندي 6 جزيئات من الـ ATP ناتجة من تحول الحامض البيروبي إلى ستايل كو اي.
وانتبهوا عليها هنا. حامض البيروبي على مود يتحول لستايل كو اي ينطيني 3، عندي بعد دورة اخرى فيصير عندي 6. هسه التحلل السكري ايش قد عندي من عدة؟ 2. هنا 6 من الحامض البيروبي، فانا عندي جزيئتين صارت 6. بعد 6 اي تي بي ناتجة من التحلل السكري بعد مرورها بسلسلة نقل الالكترونات، زين. وبعد ايش عندي؟ عندي 12 للدورة الوحدة، انا عندي دورتين فيصير عندي 24 من الاي تي بي بدورتين فيصير مجموعهم 38 اي تي بي. احفظها قبل لا اروح للسؤال. من التحلل السكري 2، من تحول جزيئة الحامض البيروبي الى ستايل كو ايش قد عندي 3، وجزيئة ثانية لان يعني انا عندي جزيئتين من الحامض البيروبي ايش قد صار عندي 6. بعد عندي 6 من الهيدروجين الناتج من التحلل السكري بعد مروره بسلسلة من نقل الالكترون، عندي 12 ثانية 24 من دورتي كريبس، المجموع يصير عندي 38 اي تي بي. هذا اذا كان تلفظ هوائي. ويجي سؤال وزاري مكرر، اثبت ان الطاقة الناتجة من اكسدة جزيئ غرامي واحد من الكليكوز اكسدة تامة في التنفس الهوائي تساوي 38 اي تي بي. فشلون اثبته؟ احكي له هذا، اقول له اي تي بي ربح الطاقة من التحلل السكري، 6 من عندها من تحول جزيئتي الحامض البيروبي الى ستايل كو، 6 ناتجه من تحلل السكري بعد مرورها بسلسله نقل الالكترونات، 24 اي تي بي من دورتي كريبس، يصبح المجموع عندي 38 اي تي بي. اسئله عامه، من المسؤول او من منشا الحامض البيروبي؟ من المركب الكليسريل الديهايد المفسفر. من المسؤول عن أكسدة الحامض البيروبي؟ أي أكسدة هو نزع CO2؟ إذا هو نزع، هذا ما يجي هيك سؤال. بس إلكم، ما منشأ الستايل كو أي من الحامض البيروبي بعد أكسدته في الميتوكوندريا؟ انتبهوا، هذا في الميتوكوندريا ولازم أكسدة بوجود الأكسجين. ماذا ينتج عن اختزال الحامض البيروبي؟ هيك سؤال ما يجي، بس أنا لأعطيكم كل احتمالات الأسئلة. ليش؟ الحامض البيروبي أين يتم اختزاله؟ التخمر الكحولي لو باللبني، لان يعني انا مرتين يختزل هذا الحامض البيروبي، مره يختزل بالتخمر الكحولي يتحول الى كحول اثيلي، مره يختزل بالتخمر اللبني فيتحول الى حامض لبني. فاشرح له العمليتين، اذا جاب لي هيك سؤال انا اشرح له العمليتين، هو ما يجي بس على مود انتم تخلون ببالكم أو تحتملون مختلف الأفكار. حدد من المسؤول عن تحويل الحامض البيروبي إلى حامض اللبني، هذا جزء من إجابة هذا السؤال، هو اختزال حامض البيروبي بهيدروجين التحلل السكري. تعليل إثرائي، الطاقة الناتجة من التخمر الكحولي أقل. شو خل راجع الموضوع، بالتخمر الكحولي ينتج طاقة مقدارها 2 أي تي بي، التخمر الكحولي طاقة مقدارها 2 اي تي بي، بينما بالتنفس الهوائي ايش قد يقول لي مقدارها 38. شنو السبب؟ ليش الطاقة هنا اقل من هنا؟ لانه بالتنفس الهوائي يتم اكسدة او تجزئة الكليكوز بشكل كامل كله اكسره، فيصير من كليكوز الى CO2، يعني من 6 ذرات كربون الى ذرة واحدة. فهذا مقدار الطاقة المخزونة بالمركب راح تتحرر بشكل كامل. أما بالتنفس الهوائي مثاله اللي هو التخمر اللاهوائي راح يصير شنو؟ تحدث به أكسدة، يعني تجزئ الكليكوز جزئية مو كاملة، فتبقى هنالك طاقة كامنة بجزيئة الكحول الأثيلي. زين، مقارنة بالوزارة تتكرر بين التنفس الهوائي واللاهوائي، هنا ديناتين يصيرن وين؟ على الحامض البيروبي، بس الهوائي عنده وجود الأكسجين، اللاهوائي بدون مساهمة الأكسجين. نركز، إذا تتذكرون ما مصير الحامض البيروبي، فأقولكم مصير الحامض يعتمد على وجود الأكسجين. إذا توفر الأكسجين فيروح للميتوكوندريا، إذا ما توفر راح يروح للسيتوبلازم يبقى به. فهنا سلسلة من التفاعلات تحصل على الحامض البيروبي بوجود الأكسجين وفي الميتوكوندريا، هنا سلسلة من التفاعلات تحصل على الحامض البيروبي بدون مساهمة الأكسجين تحدث في سيتوبلازم الخلية. كمية الطاقة المتحررة لكل جزيء واحد من الكليكوز هو 38، هنا 2 ATP. النواتج النهائية هي CO2
وماء وطاقة عالية مقدارها 38 ATP. النواتج النهائية راح تختلف حسب تخمر لبني لو كحولي. إذا تخمر كحولي فهو كحول أثيلي، أما إذا لبني فهو حامض لبني. بس بشكل عام مقدار الطاقة كلها راح يكون 2 ATP، بينما هنا 38. يصير التنفس الهوائي بالكائنات الراقية بمختلف أنواع الكائنات بس على شرط غياب الأكسجين. يصير بها عمليتين، وحدة تحلل سكري ودورة كريبس. هنا فقط عملية تحلل سكري راح يصير بيها. اكو مقارنة بين التحلل السكري ودورة كريبس. تحلل السكري في السيتوبلازم وما تحتاج اكسجين، هنا بالميتوكوندريا ولازم اكسجين. الطاقة الناتجة 2 ATP وجزيئتين من الحامض البيروبي، 4 ذرات هيدروجين او جزيئتين من الهيدروجين. هنا الناتج النهائي طاقة مقدارها 12 ATP لكل دورة، وثمان ذرات هيدروجين ومجموعة من المركبات منها الأكسولا. خليك تحدث في جميع الأحياء، هنا تصير بس بالأحياء الراقية. تصير بها عمليات فسفورة، هنا ما تصير بها عمليات فسفورة وإنما عمليات أكسدة إذا تتذكروها. زين، التحلل السكري بكل تفاعل راح يبدي هو بالتحلل السكري. إجينا إحنا أخذنا بالبداية موضوع هدم، اللي هو أني بداية ما بلشت وياكم بالموضوع عدي الأيض الخلوي بعمليتين، عملية هدم وبناء. مثالي على الهدم تجزئة جزيئة الكليكوز. هسه راح أجي المن إلى البناء. ما هو البناء؟ شو يقصد لي به؟ هو تثبيت جزيئة ثاني أكسيد الكربون. ثنائي أكسيد الكربون أحد النواتج الرئيسية لعملية التنفس الهوائي واللا هوائي. هسه ايش راح يصير بيها؟ عمليات التنفس تمثل عمليات هدم، ينشأ عنها قدر من الطاقة الكيميائية اللي تخزن بشكل ATP، والطاقة اللي تكون بشكل ATP ممكن انه استخدمها في الكثير من العمليات الهامة اللي الكائن يحتاجها، مثل حركة الأضلاع، العضلات العفو، حركة اللواحق الجسمية، او ممكن تصير تستغل هاي الطاقة ببناء شنو؟ بناء المواد الحيوية المعقدة ممكن يصير بي. زين، ليش يعتبر عملية تثبيت ثاني اكسيد الكربون هو بناء للمادة العضوية؟ ليش ما يقول عليه بناء بينما التنفس يعتبره مثال للهدم؟ ليش التنفس يصير بتحرير طاقة اما هنا الهدم؟ لان النباتات تمتص CO2 بوجود الماء والطاقة الشمسية، تستخدمها على مود تكون مواد كربوهيدراتية، لذا تحول هذا الثاني أكسيد الكربون إلى مواد كربوهيدراتية، فلذلك يعتبر تثبيت، ويطلق على هذا التفاعل بالتثبيت واختزال، وهذا التفاعل يؤدي إلى تكوين جميع الجزيئات العضوية المعقدة، لذا تعتبر هاي العملية عملية بناء للمواد العضوية أو للمواد الكربوهيدراتية. فمرات يقول لي كربوهيدراتية، مرات يقول لي عضوية، وطبعا تجون تلقون بأسئلة الكتاب بالتعاليل اللي هو آخر تعليل صفحة 44 ليش نص هذا التعليل، ونفسه بالوزاري متكرر. هسه وزاريات تخص موضوع الأيض الخلوي، من تكملون تراجعون بهاي الأسئلة. تتضمن الأيض الخلوي عمليتين هما فراغ وفراق. عرف التنفس الخلوي التنفس اللاهوائي الأيض الخلوي. الطاقة المتحررة في التنفس اللاهوائي مقدارها شقد؟ 2 ATP. بالتنفس الهوائي 38. سؤال آخر يجيني، الناتج النهائي لعملية التحلل السكري يكون جزيئتين راح يكون من الـ ATP وجزيئتين من الحامض البيروفي، وأقول له 4 ذرات هيدروجين. قارن بين التخمر الكحولي واللبني، هذا واضح. الطاقة المتحررة من التخمر الكحولي هو شقد؟ 2 ATP، بينما من دورة كريب واحدة، خاف يقولكم كريب ترى هي نفسها كريبس، من دورة كريبس واحدة أو كريب هي 12 واحدة، إذا 2 24. تركيب الكيميائي الحامض البيروفي هذا يمكم تعتبر عملية تثبيت. احسب عدد جزيئات الـ ATP الناتجة، أقول له 38، واحشي له 2 من التحلل السكري، 6 من تحول حامض البيروفي إلى ستايل كو أي، 6 من ذرات الهيدروجين، و 24 من دورتي كريبس. يكون التنفس الهوائي على نوعين، تخمر لبني وكحولي. مقدار الطاقة المتحررة من دورة كريبس 12، وأكتب له في ملاحظة وإذا دورتي كريبس 24، ومن التحلل السكري 2. الطاقة الناتجة باع هنا
انتبهوا على هاي الأسئلة، ايش قد قاعد تتكرر. ما مصير الهيدروجين الناتج من التحلل السكري هنا مصيره، راح يتحول يختزل الى شنو؟ يختزل الأسيتالديهايد، راح يحول ياه الى الكحول الاثيلي، وهنا راح يختزل لي حامض البيروفي مباشره، يعني يحوله الى الحامض اللبني. زين، ارسم مع التأشيرة المخطط التحلل السكري، تنتبهون وين العملية تتم في السيتوبلازم. الطاقة المتحررة من التحلل التخمر الكحولي هي 2 ATP، تتحرر خلال دورة كريبس شقد من جزيئات 12، وشقد من ال CO2 راح يتم تحرر، راح يصير عندي 2 راح يتحرر لي من CO2. انتبهوا عليهم ذني بي المخطط، خل ارجعكم للمخطط. هذه وحدة وهذه وحدة، دورة كريبس بس الدورة هاي ما تكون من ضمن الدورة، فريت تنتبهوا لي على هاي الفقرة. زين، ما مصير الهيدروجين؟ هذا الناتج نفسها هاي الفقرة، نفس السؤال، ما مصير من التحلل؟ راح يروح يا اما تخمر لبني او كحولي حسب نوع اللي راح يصير. اوجه الشبه قلنا 2 هم مقدار الطاقة ايش قد بيهم، 2 ATP، 2 هم يبدأ التفاعل بهم بالحامض البيروفي، 2 هم يصيرون عنده نقص الاكسجين او غيابه. موضح بمخطط هذا قلت لكم اللي هو نفسه مخطط دورة كريبس. الطاقة المتحررة مقدارها من دورة كريبس 1 12، هذا انتبهوا لهم موجودات نتيجة لعمليات الفسفرة، وتحجون عملية الفسفرة تحول الكليكوز الى كليكوز احادي الفوسفات، والثاني فركتوز ثنائي الفوسفات، انتبهوا عليها. هذا المخطط اللي اعطيتكم اياه، ماذا ينتج عن اختزال حامض البيروفي؟ وهنا تنتبهون على نوع التفاعل، اقول له اذا كان تخمر كحولي شنو، اذا تخمر لبني ايش راح يصير. من المسؤول عن تحول حامض البيروفي الى الحامض الهيدروجين الناتج من التحلل السكري؟ هو عملية اختزال الهيدروجين الناتج من التحلل السكري، هاي احسب على جزيئات الـ ATP الناتجة، اكسدة تامة، اذا هو تنفس لا هوائي 38. وانتبهوا على صيغة هاي الاسئلة، شوفوا هذا شلون اجى وشوفوا هذا شلون اجى. عرف مفتاح دورة كريبس اللي هو نفسه ستايل كوئي، خطوات التحلل السكري بمخطط، الطاقة الناتجة من التخمر الكحولي اقل بكثير، قلت لكم لان تصير اكسدة تامة احنا لا بعد اكو طاقة. عرف دورة كريبس هاي موجودة عندكم، واذا ما موجودة تروحون هنا تحجوها تقولون هي سلسلة من التفاعلات تحدث في الميتوكوندريا بوجود الاكسجين الناتج النهائي من عندها، وصير بالاحياء الراقية وصير بها عمليات اكسدة. زين، قارن بين مصيره، هذا واضح بمعادلات كيميائية، انتبهوا ما المقصود بالتنفس الهوائي، اين يحدث، ما الاحياء اللي تستخدمه. ناتج التحلل السكري تكوين جزيئتين من الATP وجزيئتين 100 من الحامض البيروفي، ليش هاي يصير بالسيتوبلازم؟ لوجود الانزيمات، وضح المخطط، واضح هذا هنا. هذه الاسئلة كلها واضحة وما تحتاج واحد يرجع عليها. اتمنى تكونوا استفادتوا من الفيديو، المادة مو صعبة بس مو سهلة، تحتاج انه واحد يقراها بتركيز اكثر. كل التوفيق لكم يا رب العالمين.